مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. مدرب إشبيلية الإسباني خورخي سامباولي يخرج بتصريح أسطوري على المغربي يوسف نصيري بعد مساهمته في فوز الفريق في مباراة الدوري الأوروبي. بعد انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا، عز الدين أوناحي يثير جدل كبير بسبب استبعاده من مباريات الفريق. النجم الأول للمنتخب البرازيلي نيمار يفاجئ المغاربة بخطوة غير متوقعة بعد الإعلان عن مواجهة المغرب وديا. بعد توتنهام، عملاق الدوري الإنجليزي جديد مصر على التعاقد مع حارس الأسود ياسين بونو. في مفاجأة غير متوقعة، وليد الركراكي يستدعي 4 لاعبين جدد لصفوف المنتخب المغربي في ودية المنتخب البرازيلي والبيرو. أثنى مدرب فريق إشبيلية خورخي سامباولي على أداء المهاجم المغربي يوسف نصيري بعد أن سجل هدف سابق في مواجهة إيندهوفن، والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي 3-0 لحساب دور خروج المغلوب لمسابقة الدوري الأوروبي. وواصل يوسف نصيري تألقه بعد أن سجل 5 أهداف في آخر مباريات خاضها مع فريقه إشبيلية. وقال سامباولي في الندوة الصحفية بعد الفوز بثلاثية: أهداف نصيري تمنحنا الحياة، بالإضافة إلى الأهداف فإنه يمنحنا الكثير من الضغط على منطقة المنافس. وتابع قائلا: التزامه وقدراته التهديفية منحتنا الهدف في اللحظة صعبة وسمحت لنا باللعب بارتياح في المباراة. حيث اختتم المدرب إشبيلية تصريحه بالقول: هدف نصيري كان مهما جدا كما كانت أهدافه في المباريات السابقة، هكذا سيجعلنا نفوز بالمباريات. نشرت المصادر الفرنسية تغريدة تتضمن ترتيب الأجور الشهرية لنجوم أولمبيك مارسيليا، حيث ظهر الدولي المغربي عز الدين أوناحي في المركز الثالث براتب تصل قيمته إلى 346 ألف يورو شهريا، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين الجماهير. وتحدثت الجماهير في تعليقاتها عن كون الراتب الذي يتقاده النجم أسود الأطلس يقل بكثير عن ما تم نشره، حيث تم الحديث عن كون ابن الدار البيضاء يتقاد راتبا قيمته 150 ألف يورو شهريا. وكان عز الدين أوناحي قد انضم في الميركاتو الشتوي الفارض إلى صفوف الفريق الجنوب الفرنسي قادما إليه من أنجيه بموجب عقد يمتد لصيف سنة 2027، فيما يزاول الحارس للموسم الثاني تواليا مع أولمبيك مارسيليا كمعار من فريق شاكلا. ويعد المدافع الإيفواري إيريك بيلي الأعلى أجرا داخل النادي بحوالي 416 ألف يورو، متبوعا بمتوسط الميدان الفرنسي ماتيو كيندوزي الذي يتقاضى 400 ألف يورو شهريا. ويشار إلى أن أولمبيك مارسيليا يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 49 نقطة، فارق 5 نقاط على المتصدر باريس سان جيرمان. ذكرت التقارير الصحفية البرازيلية اليوم الجمعة أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يتشاور مع نيمار لمعرفة موقفه من المشاركة في مباراة الودية أمام المنتخب الوطني المغربي يوم 25 مارس المقبل على أرضية الملعب الكبير بطنجة. وأوضحت المواقع البرازيلية أن الاتحاد البرازيلي للعبة سيتشاور مع نيمار لمعرفة ما إذا كان يريد اللعب ضد أسود الأطلس أم لا. وكان نيمار قد لمح قبل انطلاق نهائيات كأس العالم الأخيرة التي نظمت في قطر 2022 إلى أنه ينوي الاعتزال اللاعب دوليا بعد نهاية مشاركة المنتخب البرازيلي في النسخة التي من دور ربع النهائي أمام كرواتيا. وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي رسميا عن ودية تجمع بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره المنتخب البرازيلي بملعب الكبير بطنجة يوم السبت 25 مارس 2023 على 10:00 ليلا. وأشارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغها أنها ارتأت بأن يكون أول ظهور لأسود الأطلس أمام جماهير المغربية في مباراة ودية دولية أمام المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا في الترتيب الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
كشفت صحيفة داسول البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال مصمما على التعاقد مع ياسين بونو، موضحا أنه أجرى مفاوضات أولية مع أشبيلية من أجل ضمه في الشهر الماضي. وتابعت المصادر نفسها أن النادي الأندلسي تجاهل الاتصالات بمانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي، غير أن مسؤولي الشياطين الحمر يخططون لتقديم عرض جديد لضم الحارس المغربي في الصيف المقبل. وأضافت الصحيفة أن إشبيليا يطالب 45 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل بونو، مشيرة إلى أن يونايتد ينوي التفاوض مع النادي الأندلسي لخفض المبلغ المطلوب. وكان ياسين بونو قد مدد عقده مع ناديه إشبيليا في وقت سابق إلى غاية عام 2025. وتصدر الإشارة إلى أن ياسين بونو أصبح ضمن اهتمامات مجموعة من الأندية الأوروبية، خاصة بعد تألقه في نهائيات كأس العالم قطر رفقة المنتخب الوطني المغربي. سافر الناخب الوطني وليد الركراكي مباشرة بعد نهاية كأس العالم للأندية المغرب 2022 إلى أوروبا. وحسب المصدر الجامعي المسؤول، فإن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي حط الرحال بإيطاليا لمتابعة إبراهيم دياز خير مباراة فريقه ميلان ضد توتنهام أول أمس الثلاثاء برسم ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل الحسم قراره باللعب لأسود الأطلس في المرحلة المقبلة. كما سيستغل الناخب الوطني تواجده بإيطاليا لزيارة آدم ماسينا الظهير الأيسر لنادي أودينيز للإطمئنان على مدى جاهزيته للمشاركة في المباراتين الوديتين للمنتخب المغربي في شهر مارس المقبل. وكشفت ذات المصادر أن الركراكي سيشد الرحال إلى إنجلترا للوقوف على جاهزية نيف أكرد الذي أصيب يوم السبت الماضي مع فريقه وستهام، إلى جانب عمران لوزا اللاعب واتفورد الذي حرمته الإصابة من المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.